البداية مع دكتور عادل عبد اللطيف، وبصفة حضرتك يا دكتور المستشار على خروج هذا التقرير، لو تشرح لنا إيه اللي بيميز هذا التقرير فيما يخص طبعاً الدولة المصرية، وهل لهذا التوقيت بخروج هذا التقرير من دلالات توقيت يا دكتور؟ شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور الكريم. في البداية أود أن أعبر عن امتناني وسعادتي لدعوتي للمساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والمشاركة في إطلاقه ومناقشته. وأود أن أذكر كما سلف ذكر أن هذا التقرير قام بإعداده مجموعة من الباحثين المستقلين من أصحاب المعرفة والخبرة، وهو بذلك لا يمثل رأي الحكومة المصرية أو رأي برنامج الأمم المتحدة للمائي، إنما هو رأي مجموعة كما ذكرت مستقلة محايدة تسعى إلى تقديم المعرفة والخبرة لطرح القضايا الأساسية التي تهم المواطن المصري. كما سلف الذكر أن هذا التقرير يصدر بعد 10 سنوات، ولكن أود أن أذكر أن الدور الأساسي لتقارير التنمية البشرية والتي ينصح أن تكون دورية لتسهيل القياس على الأقل كل سنتين، أن هو يساهم في طرح القضايا التي تهم المجتمع بأسره بالاستناد إلى دراسات وأبحاث دقيقة ورصينة مدعمة بالبيانات. والقياس الدوري يسمح بمراجعة الحجم الإنجاز وتحديد المخاطر التي قد تؤثر سلباً على المسار التنموي. ومما لا شك فيه أن وجود مثل هذا التقرير يوفر أرضية لتشكيل رؤية مجتمعية مشتركة. لو تطرقت إلى ما يميز هذا التقرير، وكما سبق ذكره أن هذا التقرير يصدر بعد 10 سنوات وهو الإصدار الثاني والثاني عشر، وهو في الواقع لا يضع مصر فقط في المرتبة الأولى عربياً، ولكنها يضع مصر في المرتبة الأولى عالمياً، لمصر الدولة الوحيدة من الدول النامية التي قامت بإصدار هذا العدد من التقارير منذ عام 1994، وهو أيضاً التقرير الذي للمرة الأولى يشارك فيها السيد رئيس الجمهورية في حفل إطلاقه، وهو مؤشر هام على مدى التزام القيادة السياسية بقضية التنمية ليس فقط في بعدها الاقتصادي ولكن أيضاً في بعدها الحقوقي والإنساني. ويضيف التقرير إلى التقارير السابقة أنه أول مرة يتعامل مع مجمل القضايا التنموية في مصر، فهو من مثابة مسح شامل للواقع التنموي فيها، وهو أيضاً أول تقرير من تقارير التنمية البشرية المصرية يتطرق إلى قضيتين هامتين، وهي قضيتي الحوكمة والبيئة وتغير المناخ، وتعامل معها في إطار تحليل الواقع التنموي الشامل. كما أنه تعامل مع قضية تمكين المرأة ليس باعتبارها تخص المرأة فقط، ولكن كقضية مجتمعية. وكما نقول في الأدبيات التنموية أن تنمية بدون مشاركة المرأة محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ. وهو أيضاً التقرير الأول من التقارير الوطنية للتنمية البشرية على مستوى العالم الذي يتناول انعكاسات وتداعيات أزمة فيروس كورونا. وأود أيضاً أن أشير أن التقرير وإن كان تناول بشكل موجز تداعيات الواقع الإقليمي المحيط بمصر، فقد ينصح في المستقبلاً ضرورة إلى هذه القضية مزيد من الاهتمام، لأن الواقع الإقليمي مما لا شك فيه قد يكون داعماً أو مؤثراً بشكل سلبي على التنمية. فمصر وجوارها وإقليمها تمر بمرحلة فيها كثير من النزاعات المسلحة والعنيفة، والتي مما لا شك فيه تؤثر على مسار التنمية. ولا نستطيع أن نقيس تقدم التنمية في بلد تمر بهذه الظروف مع دول أخرى قد تكون في وضع إقليمي أكثر سلما. أود أيضا أن أتطرق إلى منهجية إعداد التقرير، لأنه يتضح من عنوان التقرير أنه يتبنى مفهوم التنمية كحق استنادا إلى إعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 86، والذي نص في مقدمته أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم والأفراد الذين يكونون الأمم على السواء، والإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية.
ولذلك فإنه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي فيها والمستفيد الرئيسي منها. لقد أسس هذا الإعلان لما اعتبره حقا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستنادا إلى قيمها الوطنية، كما ورد في ذلك الإعلان أن الدولة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية المواتية لإعمال الحق في التنمية. ويسعى التقرير إلى تفعيل الحق في التنمية من خلال مفهوم التنمية البشرية، والذي كما سبق ذكره أن هذا المفهوم الذي أطلق عام 90 بعد سنوات قليلة من إعلان الحق في التنمية مضمونه الرئيسي أن البشر هم الثروة الحقيقية للأمم، وأنه من الضروري توسيع خيارات الناس، وحدد ثلاث مجالات رئيسية وهي توفير حياة صحية مديدة والحصول على المعرفة والوصول إلى الموارد اللازمة للعيش على مستوى لائق. التنمية البشرية إذن تعكس التوازن بين القدرات والفرص، وتعتبر أن النمو الإقتصادي في حد ذاته وسيلة ولكنه ليس الهدف الرئيسي للتنمية. إذن فإن ما يجمع بين إعلان الحق في التنمية ومفهوم التنمية البشرية رؤية مشتركة وقصد مشترك، هو تأمين الحرية والرفاه والكرامة لجميع الناس في كل مكان. وأود أن أنوه أن هذه الدراسة وهذا العمل الخاص بتقرير التنمية البشرية هو من الأعمال يمكن القليلة التي تناولت العلاقة بين الحق في التنمية ومفهوم التنمية البشرية. ثم كلمة أخيرة، وماذا بعد؟ ما الفائدة المرجوة من هذا التقرير؟ لقد استفاد التقرير في تناول القضايا المتعلقة بالاستثمار في البشر والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وحماية البيئة مواجهة تغير المناخ والحوكمة، ولكنه أيضا لم يقف عند ذلك، بل طرح رؤية مستقبلية تحت عنوان عقد جديد للإنجاز، مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة. ويستند هذا القسم الأخير إلى ما توافق عليه المجتمع الدولي حول اعتبار العقد 2020-2030 هو الإنجاز، هو لإنجاز أجندة التنمية المستدامة. وتتميز مصر باعتبارها الدولة الأولى التي طرحت الملامح الأساسية حول كيفية العمل خلال عقد الإنجاز، بتحديد المبادئ الحاكمة للعمل والغايات المستهدف تحقيقها والآليات اللازمة للتنفيذ. وبذلك فإن التقرير يبني الرؤية المستقبلية وهي المسار على دراسة الواقع وهي المسيرة، وتتعدى أهمية هذا التقرير حدود مصر، وهو يمثل تجربة بحثية يمكن أن تستفيد منها العديد من الدول النامية. وشكرا. دكتور بشكرك، شكرا جزيلا دكتور عادل.